القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وجد درس رقم 425، وما زال أكد سورة الأحزاب، والسجن يا ربي أد نفسر آيتين، آية السابعة والآية الثامنة من سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أيث مثلا هذه الآية آية الميثاق، ربي سبحانه يبذرد الميثاق ذي سن الإمكان، أم كان مزوارو في النبوة ذوى، أم كان وسين يعنان تأسيس الأسرة ثوشوت. ذكر الله لفظ الميثاق في موضعين، في موضع النبوة وهو هذا الموضع الآية السابعة من سورة الأحزاب، والموضع الثاني في سورة النساء الآية 21، حيث يقول ربنا عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ذا شو المعنى الميثاق؟ الميثاق ذي العهد، ذي العهد ولكن يتوكذ سليمين، العهد المؤكد باليمين، وهو أقصى درجة العقد، العقد العقود خدمناكم دين العقود، العقود عقد البيع ويزنز ويو ويقارس مع عقد البيع إلى عقد الإيجار ويسخر ويخرى، مؤجر ومستأجر، ويصدر ويستورد، امبور اكسبور، ياكل عقود يخدم من مدن اسمي سنت العقود، لي كونترا كونتران لي زونجاجمون بغادي نقول الالتزامات، هذه كلها اكن مالانت ياكل عقود سان تزل ذي الشرايف. والعقود هذي ذغلن سين الصناف، لن العقود لن سواوال نغستيرا كان كذي الكاغض مقار العقود العرفية على حسب تعرفيث، لن العقود الرسمية وكذا يلين مثلا غير نوتير. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، إذن ربي سبحانه خذ الميثاق ويفك الميثاق الأنبياء باش أثيد السوضن خلقيه، وهو العهد وهو الأصل الأصيل الجامع بين جميع النبوات والرسالات، ذا شوث التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني يكل الأنبياء إذ يسان قبل في صلى الله عليه وسلم أننا ندربيون، هذا هو المراد وهذا هو الميثاق. الميثاق الحاج محفوف رمضان الله يرحمه وقيدا في اللحظة مذياز يود السفروف في نقطة يقية
إناس سلعة ذي اللان ذي الزابور لذيور ويذي تفرفيرن سلعة ذي اللان ذي الطورات إذورار ويذ علين سلعة ذي اللان ذي الإنجيل التجرة وين ثمرن سلعة ذي اللان ذي القرآن يلدين في بوري غلقن إنزل دغف محمد رسول النبي عزيزا جميع الأنبياء جاءوا بهذا الميثاق بهذا الأصل الأصل وهو التوحيد وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أربي ذكي ذكر أولي العزم من الرسل بعدما أشار إلى الأنبياء كما راهم والآية السابعة نجد ما يشرحها في القرآن مثل الآية 25 من سورة الأنبياء التي شرحناها سابقا الآية 25 إيش قلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه هذه قراءة حفص إلا يوحى إليه ورش إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي واضحة معنى ربي راه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء اللي بعثتهم قبلك قلت لهم باش يقولوا للناس باللي ربي واحد ما عنده شريك ربي ونوليس عشريك يكيم شقال يدي شقال ربي سبحانه شوف الآيات كيف يشرح بعضها بعضا ذكر ربي سبحانه أكد ذكر الأنبياء اللي هم أولي العزم والعزم من الرسل خمسة إلا نوح هذا ذا مزوال هذا ومنك ذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام ومن نوح أمغار الأنبياء الشيخ الأنبياء وإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الله أم بعد عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام كما جميعا وبعد ربي واش قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا سبحان الله شوف هذا الميثاق الغليظ وما كانش ميثاق أوثق من التوحيد خطر بيني وبينكم إذا كان الإنسان حقق جميع الآمال في هذه الدنيا عنده الصحة عنده الأولاد عنده الشركات ما عندهش المشاكل بسم الله ما شاء الله ما عنده والو ما يضربوا الريح ما يضربوا البحري ما يضربوا كورونا ما يمرض الحمى والو من بعد قولي برك من بعد اسكو عنده الدواء للموت شفيتو نهار 96 اللي نجحت الكلوناج نتاع دولي في خسي نعجة دولي شفيت في هذا المكان درنا محاضرة في هذا المكان قلنا لكم يا جماعة الخير بدأت المشاكل الكلوناج لا دي ان وكذا الى اخره لا كارت جينيتيك ذي الوقت اني صار نقاش بين الفلاسفة وعلماء الطب وعلماء البيولوجيا وعلماء السياسة وعلماء القانون تعرفوا ايش قالوا قال شكون عنده حق يدير كلوناج معني يدير فوتوكوبي لروحه استنساخ ايه ناضو واحد الناس قال لك شكون اللي لازم يدير كلوناج فقط الاغنياء لي بورجوا اما الفقراء لا لا هما لازم يموتوا ما واش يديروا بالحياه اصلا الفقراء بزاف عليهم كي يعيشوا كاش 10 سنين 20 سنه بركه اشكون اللي لازم هما الاغنياء يا الله يا الفقراء وقي الزهر نون من بعد زيد حاجة أخرى قال لك نزيدوا الدوزيام بارين ما هو الأذكياء الأذكياء معنى الأغبياء الله ينوب معنى شفتوا الله دابنا واحد تقسيمات كارثية يا يغلق الموس ضرر إذا رحم ربك قبيل سينان يغلق الموس ضرر ذا ننس ما هو معيار الأذكياء الذكاء ننس الحائزون على بري نوبل اللي داو جائزة نوبل يا ولدي دخلوا في واحد التونيل واحد النقاش واحد نغلق القوس نقولوا هذا الإنسان يكون واش يكون لاباس به ما يخصه والو من بعد
اسكو يمنع الموت؟ كي يجيه ملك الموت يقولوا شوف يا ملك الموت، انا موالف في نيغوسياسيون نيغوسي معاك، زيد لي 500 سنة نعطي لك 500 مليار. والله والو، الموت حق لا ينكره باطل. ربي قال ولكل أجل كتاب، كاع نموتوا كاع. قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما يقدر حتى واحد يهرب من الموت. واش ينفع الإنسان؟ أعظم ما ينفع الإنسان هو الميثاق، هذا العهد اللي جابوه الأنبياء والمرسلون هو اللي ينفعه. ما انتهى النهار اللي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، غادي الحياة تفوت على الفقير، على الغني، على اللي جاع، على اللي شبع، الجميع يموت. إذن هذا الميثاق لازم نشدوا فيه مليح، هو اللي يسلكنا. لذلك نرجع لآية 256 من سورة البقرة، واش قال ربي سبحانه بعدما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد شدنا ربي وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يهضر في الأنبياء والمرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم. هؤلاء المرسلون هم صادقون، بلغوا الرسالة، بلغوا الرسالات، بلغوا النبوات. أي سيدنا ربي صوغنت جميعا، سيدنا نوح شيخ الأنبياء عمر الدعوة 950 سنة، هاو كي درس فينا نتاعو عدد البقر أكثر من عدد البشر، يعني بين قوسين عدد الحيوانات أكثر من عدد البشر. 950 سنة هيقولهم ربي واحد ما حبوش. أم بعد الإيمان ماشي بالسيفة، ربي قال لا إكراه في الدين، دير الدعوة وفرات. ربي قال في سورة النحل الآية 125 أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من بعد كل واحد يدبر راسه، نتلاقاو كاع عند ربي وفرات. ما كنسينا وينا الناس نتلاقاو في القيشي، ما عرفش بزاف يعني مسائل، قالوا نتلاقاو في القيشي ما حبش يعني، قالوا ما كاش منها، قالوا شوف حبس نتلاقاو في القيشي، يعني كل واحد يخلص وحده وخلاص يلا. لذلك الخوة الله يحفظكم ويحفظنا جميعا، مسألة الإيمان ليست مسألة عبث، ما يجيش واحد يلعب بالإيمان، هو واحد يلعب يجي الموت ويروح، ويموت على كفر أو على الشرك أو على إلحاد. ونركزوا أن موجة الإلحاد تشهد هذه الأيام واحد النشاط متميز عن طريق الإنترنت، عن طريق هذه الوسائل التكنولوجية، يعني ثغر الكفر أكذ الإلحاد ضمود. أنا عميه كان لي كفر أون ديريكت، يدير لايف ويكفر وعادي رجلة، يقول لك انتوما كاع راكم ما تفهموا والو، زعما تاملوا الاسلام والدين وكا. والله ربي يهديهم، نسأل الله الهدايه للجميع، حق ربي غير غيظوا والله تسوغاظا وقالوا مي عرق وفريذ. واحد منا لو كان يروح لكاش بلاصه راحت له طريق ويتمرمد، يقول يا عجبا من الصباح وراني ندور ما لقيتش البلاصه بالجي بي اس وما كانش. ها وليت الفلو طريق لربي وما يعرفوش، ربي ما يعرفوش. المسألة ليست مسألة عبث، المسألة حقيقية. نسأل الله أن يجعلنا ممن أقام الحجة وبرأ الذمة. المسألة ليست بسيطة، وياما يشوف خمس دقائق في اليوتيوب يكفر 5 مينوت برك لما بور لوي هذا هو إلى آخره، يطفضي زمزم الزور. نسأل الله الهداية للجميع، ليسأل الصادقين عن صدقهم. هؤلاء المرسلون صادقون، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة جميعا بما فيهم نوح. لذلك نحن أمة الإسلام تشهد على جميع النبيين وجميع الأقوام السابقة، نشهد بأن الأنبياء قد بلغوا، ونوح كان يطمع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم باش تشهد باللي هو بلغ،
ونحن نشهد بأن جميع النبيين والمرسلين بلغوا الرسالات. وبعدين كل واحد اللي مؤمن يا سعد واللي ماشي مؤمن نسأل الله العفو والعافية. وأعد للكافرين عذابا أليما، نسأل الله العفو والعافية. الكافرين شنو رب دي قاري سميس العذاب الأليم، يعني ثم دي ثمسن تسنق الريحن تسنق الصيحن. نكتفي بشرح هاتين الآيتين السابعة والثامنة من سورة الأحزاب، تتمة التفسير في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.